بدأ. لما انه الناس كما قلتي متشوقين انهم يعرفوا شنو هي الوصفة اللي ممكن انها تكون ايجابية لإزالة الكرش خاصة الكرش، وانه يكون الانسان الا ما عطانيش هاد جوج ديال الامور، اولا يدير تمارين رياضية خاصة للكرش هذه اولا، ثم بعد ذلك ياخذ هاد الوصفة هذه وكنعطيها انا يعني باذن الله، باش ما نقولش بان انا كنعطيه وعد، وان الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يتدخل في هذا الامر هذا. بعد شهر غادي يلقى راسو بان ديك الكرش هبطات واحد المستوى عالي معين. طيب وكاين واش هاد الوصفه يعني كتضعف كل شيء؟ حيت كاين اللي كيقول لك انا بغيت ندير الكرش ما بغيتش نضعف. لحقاش كاينه الوصفه ديال الكرش، راه حنا الوصفه ديال الذات كامله كاينه، ولكن هذه ديال اليوم فقط غتكون غير للكرش، واللي اللي كيهمو هذا الامر هذا يجبد ورقه وستيلو ويقيد شنو هي شنو هي الوصفه. جبدنا كبيره دكتور، كناخذ ملعقه صغيره عرفتي دي غادي نسجلها في ملعقه صغيره ديال سكينجبير باش نسجلوها، وكناخذ ملعقه صغيره ديال قشور الرمان سكينجبير طري لا داك اليابس، ملعقه صغيره ديال سكينجبير يابس وملعقه صغيره ديال قشور الرمان ومعلقه صغيره ديال الشاي ومعلقه صغيره ديال النعناع. نعاود، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال قشور الرمان، معلقه صغيره ديال الشاي، ومعلقه صغيره ديال النعناع. بالنسبه للشاي والنعناع اي نوع؟ غير يكون بيو، ما يكونش فيه سميتو، ما يكونش فيه قوت دوك لي بيستيسيد، لان ماشي نداوي واحد البلاصه ونعوجها لبلاصه اخرى. خاصه دوك دابا ولاو كاين، انا بعدا كنعرف الحمد لله في مدينه القنيطره كاين شي ناس اللي كيعطيونا داك النعناع الحمد لله بيو، والنعناع الفوائد اللي كاينه فيه لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ممكن دابا الان حتى واحد مجموعه ديال الوصفات اللي ولات كتعطى في السرطان الاصل ديالها هو النعناع، فالنعناع داك الفوائد اللي كاينه فيها كما قلت لا تعد ولا، ولكن اللي كنطلبوا من 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 الناس هاد الفلاحه اللي كيقوموا بالزراعه ديال هاد النوع من النباتات يخافوا الله سبحانه وتعالى. فان كيما وهذا فيما يخص النعناع واتاي شنو عادي اتاي هو عادي عادي اللي كنشريوه هو سميتو دونك هاد الاربعه ديال المعالق، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال قشور الرمان، معلقه صغيره ديال الشاي، ومعلقه صغيره ديال النعناع كنخلطوهم. شنو هو؟ مطحون ومدقوق، كل شيء هادشي مطحون ومدقوق ميبسينا هادو كنخلطهم وكنديرهم في وكناخذ منهم معلقه كبيره، وهذيك المعلقه كبيره كنصوب منها واحد اتاي شاي، كنطيش دوك دوك الكيسان اللي كانوا يشربوا فيهم المصريين، عنده واحد لذيذه وكيطيب بها القهوه ديالو، هذاك الكويس يحط معلقه كبيره ويطيب اتاي بهذا الشكل هذا في ذاك الكويس ديال المصريين، ومن بعد كنصفيه. كسرونه دكتور؟ ماشي كسرونه، راه كاينين دابا موجودين، داكشي علاش قلت لك اودي دير هذه. ما عندوش زعما يدير ياك، ماشي مش المهم يغلى. يغلى لا، غير باش كيكون القياس مقاد، ندير المقياس ديال 100 حتى 150 مليلتر من هذا سميتو من هذا الماء، هذا كيهزو بلا ما ياخذ العبار، بلا ما يفكر الانسان عارفين منين غنجيب 100 مليلتر، منين غنجيب 150 مليلتر، هذه كتكون العبار والقياس اللي غيقدر ينفع الذات. لما كناخذو نص كاس تقريبا ديالنا حنا اللي كنعبروا، نص كاس ديال العنبه. لا كبير، لا كبير، لا كاس كبير، كاس العنبه، كان جوج كيسان ديال العنبه. لا وهذاك كنشوفو حنا غير صغار ديال المصريين. لا لا كبير كبير، اذا ما عمرك شربتي فيه وقيله. لا ولكن كنشوفو في الكفازه زعما مع سمديتو. لا الكفازه غير كتجر العينين. المهم جوج كيسان ديال العنبه، الا بغينا ناخذ جوج كيسان ديال العنبه كطيبي بهم داك الكويس ديال داك المعلقه الكبيره، ومن بعد كتاخذيها من بعد الاكل مباشره، من بعد الاكل واحد ربع ساعه غير تسالي الاكل ديالك، غتشرب يوميا من بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد العشاء، من بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد العشاء، مده ديال شهر غتلقى راسك بان الكرش ديالك تجمعات. وهذه من كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي جربوها، ومنهم انا، وعطات سميتو نقصات ذاك الخسر، وحنا رحنا راجعين لذاك سميتو راجعين لذاك الرقم اللي قلنا، واحد المجموعه ديال الارقام خصهم يكونوا عارفينها الناس، شحال عندي ديال لي ترونزاميناز، شحال عندي ديال لاكرياتينين، شحال عندي في الطول ديالي، شحال عندي في الوزن ديالي، شحال عندي في الكوليسترول ديالي، وشحال عندي في الخسر ديالي. وشنو هو الخسر ديالي؟ هو لما كنشد السمطه وكنعبر من السره ديالي وكندور حتى للسره، كنشوف شحال كتعبر، الا فات ليا 84 سنتيم كنعرف بانني داخل في الاعراض اللي ممكن تسبب لي امراض خطيره وخطيره جدا. فكل ما هبط على 87
كل ما ممتاز، كل ما 84 كل ما ممتاز، كل ما كنت فوقها كل ما خصني ناخذ الاحتياطات اللازمه. اذا هاد الوصفه اللي صوبنا وعطيناها للمستمعين الكرام، زياده على الرياضه ديال الكرش والرياضه ديال الكرش، غير مشي لجوجل وقول له اعطيني مجموعه ديال الرياضات اللي خصني نخدم بها الكرش ديالي، وغتاخذ وحده من هذوك الانواع الرياضه وعمل بها يوميا. هذيك زائد هذه الوصفه ان شاء الله باذن الله غتمشي الكرش فقط. اما بالنسبه للوزن الكلي هذيك حاجه اخرى ممكن اننا نطرقوا لها في عند الاسئله الى شات عند المستمعين الكرام. نعم بغيت نسولك على هاد الوصفه اللي عطيتي دابا ديال الكرش. اييه هادي ديال العسل طبيعي؟ لا ديال الاولى ديال الكرش. اييه تماما. واللي بغيت نقول لك انا عندي انتفاق ديال الكرش وعندي الوزن. نعم بغيتي تنقصي حتى في الوزن؟ انا بغيت نقص حتى في الوزن. الله يكثر خيره ولا جات على خاطر يعطيني شي وصفه. واخا نشوف بعدا واش عنده شي سؤال في العادات الغذائيه ديالك ولا في لا نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجازيك والله اللي غادي يخلصك على هاد الوصفات اللي كتعطينا. الله يجازيك والله يعطيك. امين امين يا رب العالمين. الله يجازيك بخير انتما، وكنشكركم على انكم كتخصصوا هذه الوقيته باش انكم تصنتوا للدكتور حسين. فهذا من كيخلينا اننا الا كنا كنعسوا اربعه السوايع غنوليو نعسوا غير ساعتين على مسبيتكم باذن الله. مرحبا لاله. مرحبا. وكنستافدوا يعني الله اللي عالم. اهلا وسهلا اخت الكريمه. فالوجبات الغذائيه ديالك كيفاش دايره؟ المهم كيف كنت ندير انا طويجين وهكا بالخضره يعني ماشي، والشلاطه ضروريه مع الراجل تيبغي هكا شلاطه، والخضره ديجا هو تيبغي الخضره كاع مبخره في هذا. ولكن انا عندي الوزن ورغم ذلك تنصوم الاثنين والخميس يعني هادو ما لا نوال. واش الاصل ديال الماكله ديالك انت فيها شويه ديال الخبز زايد؟ اي يمكن كاين فيها الخبز. والطاجين كتعمريه بالزيت؟ ها الطاجين فيه الزيت؟ اييه. كتاكلي فيه بزاف الزيوت؟ لا شويه لا، والزيت البلديه ما نكذب يعني ديما. نعم. فالنهار ديالك واش كتشربي الماء بزاف؟ بعض المرات نشرب الماء وبعض المرات ما تنشربش بزاف. شحال وجبه عندك غذائيه في النهار؟ المهم ثلاثه. ثلاثه الوجبات؟ اه يا دلي الفطور تنفطر هكا مع الدراري ونديهم المدرسه هكا، والغدا والكوتي مني كنجيبهم بالاخص نديروا الكوتي كاع مزيان. الحق ديال الفواكه عندك في النهار؟ نعم. الحق ديال الفواكه عندك في النهار، واش كتاكل الفواكه يوميا ولا مره مره؟ ونكذب مره مره، انا واخا يكون ما عنديش فيه ما نكذب، كنميل للحلاوه بزاف، تكون هكا الحلوه نمشي ناكلها ونستغنى على الديسير. والعشاء كتعشاي؟ بالاضافه للكوتي كتعشى ياك؟ بعد المرات كتعشاو معطلين؟ الا كان شي واحد زايد راه كتعشاو معطلين؟ انا نوال كنتعشى معطلي بعد المرات. لا نوال واش انت كسوله ولا مجتهده بالنسبه لسميتو بالنسبه للريجيم؟ والله الا ما عرفتش شنو باش لحقاش. كاين هناك مجموعه ديال الوصفات بالنسبه للريجيم بالنسبه لانزال الوزن. انا بغيت نقص وعندي انتفاخ ديالك، عندي انتفاخ ديال الكرش. ان شاء الله. واخا الانتفاخ ديال البطن غادي نعطيو او عطينا ديجا يعني هذيك الوصفه، غادي نعطيو على التخسيس، ولكن بعد ما نعطيو بعدا الوصفه اللي كانت مطلوبه قبل اللي هي ديال ترطيب الشعر. ترطيب الشعر فالمهم كاين مجموعه ديال الامور من الاحسن نجيب لنا وصفه. لا ماشي غير وصفه، حقاش كاين هناك مجموعه ديال الانواع ديال الشعر وكل شعر خصو النوع ديال الترطيبه ديالو. دابا ان شاء الله كل حلقه غتكون عندنا وصفه فيها وصفه اليوم. ونعطيو واحد النوع ديال الشعر باش نعطيو واحد النوع ديال الشعر واحد ليشونتيون تجيبوا لنا مصاوب. مرحبا. هذه المره الجايه تجيب بحال ديال شعري كل مرة. لا ودابا خصنا نتيستيو هذوك الوصفات. مرحبا. لا يمكن ليناش باش نعطيو هدى راه كتعطينا راه كنجربوا وكنردوا الخبار. دابا حتى الوصفات ديالك دكتور كل مرة غتجيب لينا الوصفة اللي غتعطينا غتجيب لنا، ماشي مشكل أنا نجرب في راسي ونرد عليكم الخبار. واخا إذا الوصفة ديال ترطيب الشعر إن شاء الله غتكون الأسبوع المقبل، هي الوصفة اللي غنبداو بها إن شاء الله.
وهكذا غادي نعطيو الشعر لك المتضرر، لان في بزاف ديال الامور ما تقال هنايا، والحمام ديال الزيت ربما الا كان هو كذلك يساعد، ونعطيو جميع الامور اللي تخلي الشعر انه يكون بحاله افضل. بالنسبه للنوال عطيناها بالنسبه للانتفاخ ديال البطن دير غير هذيك هذه، ولكن قبل حتى تقوم بالعمليه ديال التنقيه راه ما يمكنش نحطوا ممكن يكونوا لي غاز سي صا. نعم لما غتخوي الداس ديالها والماء لما كنخوي غنخوي وغنخوي بواحد الوصفه غذائيه اللي كتكون عجيبه. وكيف هو انه بمجرد ما نفكر بانني باغي نصحح الدات ديالي كليا، خصني بغيت نصحح الدات ديالي. دابا هذوك الناس اللي يعيشوا بالطبيعي تيقول لك ما يمكن لك تصحح الدات ديالك الا من بعد ازاله دوك الاختلالات اللي كاينه فيها. والاختلالات غادي نحاولوا نحطوا كل يعني حلقه طريقه غذائيه لازاله السموم ديال الكرش، طريقه غذائيه لازاله السموم ديال الكبد وما الى غير ذلك. وبهذه الطريقه هذه لما نحيد السموم انا داك غيتبنى الذات ديالي بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. نعم اكيد غادي نرجع باش نذكروا بالوصفه ديال التنقيه، لان ربما بزاف ديال المستمعين دابا تيقولوا شنو هي الوصفه ديال التنقيه، خصوصا ما كانوش سمعوا لينا من قبل. غنعطيوها ونعطيو ان شاء الله كذلك الوصفه ديال انقاص الوزن يعني بشكل عام. بعد ما محمد احسن الاخصائي في التغذيه اللي غيعطينا دابا الوصفه ديال انقاص الوزن، تاهي الوصفه بزاف الناس كيتسناوها وكنتسناو يطبقوها ويردوا علينا الاخبار. تفضل يا دكتور. بالنسبه للنقص ديال الوزن اول حاجه كنفكر فيها هو انني كناخذ كيلو ولا ربع ديال الكيوي. قلنا قبل غنعطيو بعدا ينقيو الجسم ياك هذيك التنقيه ضروري نذكروا بها سريعا. عاد التنقيه ديال الدات اولا كاين واحد لاباري اللي كناخذ كنسميوه ليكستراكتور دو جو. ليكستراكتور دو جو هو اللي كيفرق العصير من لا بيلب ديال اللب ديالها وكيولي يخرج ليا غير العصير غير داك الماء. هذاك الماء وخاصة بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا مشاكل في الأمعاء الدقيقة ولا في الجهاز الهضمي، أول حاجة كنقوم بها لما كناخذ داك لو جو كنصفيه باش ما يبقاو حتى لي فيبر ما يديروليش التهابات في المعدة ديالي. وكان لما كيتشرب هذاك العصير العناصر الغذائية اللي كاينة فيها كتعطي واحد القوة للكلاوي، واحد القوة للكبد، واحد القوة للدورة الدموية، وكتبدا يتنقى بوحده. بلاتي يا دكتور ما تدوخوناش شحال هادي قلتوا لينا فواكه خاصكم تاكلوهم بهذاك اللب ديالهم بهذاك القشر ديالهم. دابا حاجه اخرى لا هو دابا حنا كنهضروا في المساله ديال التنقيه ماشي في المساله ديال التغذيه. نبداو بالتنقيه ندوزو للتغذيه. اذا حنا ملي كنكونوا ناخذوا العصير يعني غير عادي كتغذيه ناخذوا باللب ديالو وملي نبغيو نقيو الجسم ديالنا شنو كنقول لك الساعه باش في الوقيت اللي كنفكر نقي كنقول لهذا الكبد هاك العناصر باش تخدم هاك العناصر هو فاش كتكون عنده جميع العناصر باش كيخدم عنده البالا وعنده الفاس وعنده وكيبدا يهرس ويخرج كاع يعاود البناء. لما كنعطيه هاد العناصر ما كنخليهش يفكر لما كنعطيه لي فيبر وكنعطيه العناصر الغذائيه كيفكر انه يطحن ديك الماده وخصو يقادها ويضيع الانرجي في ديك البلاصه باش عاد انها تدخل وتاخذ المكان ديالها. يعني كنعطيوها واجده الطاقه ديالك الجسم ديالي كله تمشي لعند الكابين كلها تمشي عند الكيلي وكيولي خدام ان بالعمليه ديال التنقيه وكينقي داك السموم اللي كاين عنده في الكبد والاخر كينقي السموم اللي عنده في الكيلي ولابو كتنقي السموم اللي كاينه فيها والدوره الدمويه كتنقي. داكشي اللي قلت لك دابا كل اسبوع ان شاء الله غنعطيو هذا العصير اللي كيتماشى وكيمشي للمكان اللي غادي يغسل به لما نغسل ونقاد الامور ديالي عاد كنجي للتغذيه. وشنو هي هذا العصير هذا شمن شنو انا احنا قلنا كل اسبوع غادي نعطيو سميتو كل اسبوع غنعطيو الماده معينه ولكن بغينا الوصفه اللي كنتي عطيتينا ديال الجسم كامل بعدا مبدئيا باش نبداو بها. اين هي؟ ديال العرق سوس و الاخرى عندك باش بعدا على الاقل نبداو بها. كاين الاولى هو ان المحلول ديال الصبار المحلول ديال الصبار هذاك احسن وسيله من الوسائل لتنقيه الدات. هذه كناخذها وما نكرهش ناخذ بسيليوم واحد النبته راه دابا موجوده في دوك الناس اللي كيبيعوا البيو والحمد لله اللي ولات عندهم. قبل ما كنتش كنقدر نتكلم هذا بسيليوم ولكن الحمد لله دابا كاين ولما كاين غياخذ الانسان معلقه صغيره ديالها بسيليوم ويديرها في واحد الكاس دافي وياخذها. فهي شنو كدير لما كتوصل للامعاء كتجر
جميع دوك الرواسب اللي كانت لاصقه فيها 30 و 40 سنه كتبقى تحيدها تجرها وتجرها، ولكن كانت كتجرها بالصلابه ديالها، كتجرها بالقوه ديالها. ولما كنشرب معها المحلول ديال الصبار كيكون العمليات ديال التحليل ديال دوك المواد اللي كاينه تما، وكتولي ديك العود اللي كان محطوط ليا في القولون ديالي هذا يتحلل وكيولي على شكل يعني شي حاجه مالسه، ومن بعد كتخرج وكتخرج من سميتو من الجسم ديال الانسان، وكيحس براسو الانسان بواحد الخفه، واحد يعني واحد الراحه، وكانه كان هز شي جبل تقل، واحد شي تقل لا يتصور. اذا هاد نبته البسيديوم كتباع على شكل محلول؟ لا، كتكون بحال اون بودر، بحال بودر بودرة، هذيك البودرة وكتاخذها نبتة بسيليوم. بسيليوم قلنا كي ناخذوا مع القصر كاس دافي في سميتو في شبه الجزيرة العربية وفي الإمارات، ولاو كيسموها النبتة العجيبة، ناخذوا منها مع القصغيرة. مع القصغيرة كاس دافي شحال من مرة؟ غتاخذها مرة واحدة في النهار، مرة واحدة في النهار. اليوم اها، ثم بعد ذلك كتخلي واحد سميت واحد ثلث ساعة، وكتاخذ هذا المحلول ديال الصبار مع ثلاثة المعالق كبار قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. محلول الصبار شحال؟ ثلاثة المعالق كبار قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. لما كناخذهم هذوك الأملاح المعدنية اللي كاينة فيها كتقوم يعني بتحليل هذوك يعني ذاك الرواسب اللي ولات يابسة في الجسم ديال الانسان، ولما كتحلل وكتولي رهيفه كتولي العمليه ديال الاخراج ديالها سريعه، ولما كيخفف الانسان وكتنقى المعده ديالو انذاك كتولي العمليه ممتازه. اللي ما قادرش ولا ما عندوش ولا ما حداش هذه النبته ديال بسيليوم ولا المحلول ديال الصبار، نعطيوه الاخرى العاديه. الوصفات العاديه اللي كناخذوا قلنا البابونج والشيح. البابونج ياخذوا كم مشروب ياك؟ كتيزان. كم مشروب؟ اها، بحال كيف كنديروا الشاي. البابونج والشيح والعرق السوس والقشور ديال الرمان والتمر الهندي. عرق السوس، التمر الهندي، شنو اخر؟ خمسة ديال الاشياء. بابونج. البابونج. الشيح. والشيح والعرق السوس والقشور ديال الرمان والتمر الهندي. التمر الهندي. هادو كناخذو منهم. اللي ما لقاش شي وحده في هادو على الاقراه الا درتو غير. ماشي مشكل. جوج ولا ثلاثة في معلقة. معلقة كبيرة من من مثلا ناخذو الا خدينا القشور ديال الرمان، معلقة كبيرة ديال القشور ديال الرمان، كنخوي عليها كاس ديال الماء طايب ونخليها مدة ديال ربع ساعة، وثم كنصفي هذاك المحلول وكنشرب كاس قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، مدة ديال ثلاث أيام، وكندوز لا مثلا الشيح، وكندوز نفس الطريقه، وندوز كذلك العرق السوس نفس الطريقه، والبابوج نفس الطريقه، حتى كندوز خمس ثلاث ايام في كل وحده، هي 15 يوم. بعد 15 يوم كنقوم بالعمليه كل كنعاود العمليه كل شهرين، وهكا كنكون على يعني موعد مع تنقيه الذات ديالي. وكما قلت لكم المره اللي دازت، السر ديال جمال الرجولي عند 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 فرعون كان من شرب هذه الامور هذه، والسر ديال كليوباترا، الجمال ديال كليوباترا كان من 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 الشرب ديال هذه المواد. شحال المده؟ 15 يوم. 15 الا خديتي 5 في 3 ونوقف شحال؟ ونوقف شهرين وعاوتاني ندير ان رابيل. شهرين وعاود 15 يوم. كل دائما كل شهرين كندير العمليه ديال الغسل المعدي. ندير 15 يوم. نعم. كل مشروب خمسه ايام. ثلاث ايام. كل مشروب ثلاث ايام. واخا. الوصفه دابا ديال انقاص الوزن. لما نقيت الذات ديالي دابا غندير العمليه ديال انقاص الوزن. انقاص الوزن. غناخذ كيلو الا ربع ديال الكيوي. كيلو الا ربع ديال الكيوي. وكيلو الا ربع وكيلو الا ربع ديال ديال الاناناس. ايوه. الا جمعتيهم بجوج غتعطيك كيلو ونص. اها. هاد الكيلو ونص غناخذ نص كيلو في الصباح، نص كيلو في الغداء، ونص كيلو في العشاء. هادو هما هادو الوجبات الغذائيه اليوميه ديالي. وغنكثر معاهم شرب الماء. جوج ديال الكيسان ديال الماء، كاس قبل الفطور، قبل الصبح، وقبل صلاه الفجر، ومن بعد صلاه الفجر، قبل صلاه الظهر، قبل من بعد صلاه الظهر، قبل صلاه العصر، من بعد صلاه. عندي 10 الكيسان في اليوم. 10 الكيسان اليوم مع هاد سميت مع هاد الوصفه، فممكن انني نطيح انا الماء عادي مغلي. الماء عادي. الماء عادي. هذه ممكن انك على حساب التفاعل ديال الجسم. قبل الاكل. قبل لا، شنو ما قبل الماء. الماء انا اعطيتك الاوقات، قبل الظهر، من بعد الظهر، قبل العصر، من بعد العصر، قبل العشاء، من بعد العشاء. 10 الكيسان كتماشى مع اوقات الصلاه. زائد نص كيلو ديال ذاك الخليط في نص كيلو في نص كيلو.
هادو بوحدهم على حساب على حساب التفاعل ديال الجسم ديالي. إيه؟ انا حفلت كاين مثلا بحال لوكا لما شربتها انا في راسي كانت مره كانت كنهبط حتى ل 800 غرام كتمشي ليا في النهار. واحد المره مشات ليا كيلو و200 غرام بمعنى الى في النهار. بمعنى انه لما كيكون الجسم ديالي كيتجاوب مع هذا العنصر ولكن فوقاش كيتجاوب لحقاش كاين واحد النوع كيقول لك اودي انا ما نقصتش. فاش كنقول ليه واش كي جاك الماكله ديالهم قالك لا راه ما قديتش ناكلو وراه عرفتي داك الاناناس فاش كنخلطهم نش فيهم واحد لوغو. كنقول لك خص دائما اي حاجه بغيتي تاكلها يكون عندك ان بليزير باش تاكلها. في الوقيته اللي كتكون عندك ان بليزير ديال تاكلها الغدد الهضميه كلها كتولي تخدم. لما كيكون عندك واحد القاف ولما كيكون عندك واحد التشنج لواحد الماكله ما غتاكلهاش بغيتي تاكلها غير ما تاكلهاش لانها هذوك الغدد الهضميه ما عمرها ما تخدم وبالتالي ما غيكونش هناك تجاوب. فاذا كان هناك تجاوب ديال الجسم ديالك غتشوف بان ممكن انا عطيتك المثال براسي ممكن ما بين 800 حتى الكيلو 200 بمعنى اون مويان ديال كيلو في النهار اللي تقدر تمشي لك. وانا مثلا خاصني 20 كيلو اللي خاصها تطيح ليا بمعنى انني الا كليتها 20 يوم انا رجعت للوزن العادي ديالي. كانت فيا 30 كيلو 30 يوم انا في الوزن ديالي وبهطر. ولكن هذه العمليه هذه ما يمكن لي يقدر عليها الا دوك اللي قلنا لهم دوك الناس اللي عندهم قدره وعزيمه كبيره لانزال الوزن.